اوكي، مرحبا شباب، كيف حالكم؟ في شغلة بدي احكيها. بالنسبة لفيروسات الفدية، إذا أصبت فيها أنا برأيي من شغلة إنك ما عادش تدور ورا ملفاتك. بعرف قد يكون عندك ملفات صعبة ومهمة وهذا، بس هذا فرصة لشغلتين. أولا بدك تعتبر إن ربنا ستر عليك، إنه أنت تخبط ملفات يمكن قد يكون بعض منها أنت ما حابب تكشفها للعالم، أوكي، للناس بشكل عام، حدا يجي يطل من وراك. هاي يعتبر انه احمد ربك صار هيك، تمام، اجت من الله، تمام. هاي شغله. شغله ثانيه، انه هذه بتعطيك فرصه انك تحسن من اخر شيء كان مطلوب منك تعمله، اوكي، تصير تعمله بشكل افضل مما سبق، عرفت شو؟ وكمان هاي فرصه مش لانه انا بستعمل لينكس وهالقد مناصر لانظمه التشغيل مثل لينكس وماك. معروف خلص لينكس وماك احسن من ويندوز بكثير بهالقصص، عرفت شو؟ احنا ما بنحط انتي فايروس بلينكس وماك لانه النظام اصلا بيجي مأمن، عرفت كيف؟ ويندوز انت هن المشكله، مايكروسوفت ما بي يعني هن المشكله، هن علقانين بين نارين، يعني وينهم بدهم يعلوا الامن وينهم هن بدهم يسهلوا على المستخدم، ما بزبطوش، لانه في عندك اصلا مثلث بالنسبه للامن. انت بيكون في عندك مثلث اللي هو السهوله، اول نقطه، اول زاويه منه هو السهوله، مثلث، بتعرف ثلاث زوايا، مثلا اول نقطه هي اول زاويه منه هي السهوله، الثانيه المرونه، والثالثه هي الامن، تمام. طيب هلا انت كل ما بدك تقرب على الامن، اذا صمد مثلث، انا يا ريت فيني ارسم هذا الشيء، اسمعي، لو عندك مثلث انت واقف بالنص، كل ما تقرب من وحده منهم كل ما بتفقد الثانيين، اوكي، او بخف اثر الثانيين. فاحنا بلينكس صاير اقرب شوي على الامن، زاويه الامن، عشان هيك المرونه والسهوله بتلاقوها صعبه، عشان هيك كثير ناس بيقولوا لك صعب لينكس، صعب ماك، شوي صعب، مشان هيك، عرفت كيف؟ قبل ما يقول لك ماك سهل، لا، ماك مش هداك السهل، انا بقول لكم مش هداك السهل، تمام؟ حتى لو انا عاملين طريقه تنصيب البرامج، انه طريقه الويندوز نكس 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 باكج بتركبها وخلص، حزمه بتركبها بطريقه النكس ستارت، اوكي، بس لا، مش بهذيك البساطه، في شغلات بتفوتك فيها، بتفوت تعقيدات يعني، لانه بالاخر نظام بيسوي هيك طبيعته. طيب هلا بنكمل. فمشان هيك عم بقول لك انا نصيحة، اذا كان مش مضطر على استعمال ويندوز، اقلب لينكس دغري، اوكي، اقلب لينكس دغري او ماك حسب حاجتك بالبرامج. انا ما رح ناقش البرامج البديلة وما رح احكي شو هي البرامج البديلة، انت بس اكتب على الانترنت اسم البرنامج، اكتب بالانجليزي، بالانجليزي اكتبه، اكتب اسم البرنامج بالاضافة لكلمة alternatives، او اكتب linux alternatives، mac alternatives، فبتشوف الاسماء البرامج البديلة لنفس انواع الملفات، يعني مثلا mp4، اوكي، مثلا والله انا بستعمل VLC على linux لاسمع واشوف فيديوهات mp4، اوكي، يمكن انت بالافتراضي تستعمل مع ويندوز الميديا بلاير بالافتراضي، مع انه فيك تنزل VLC على ويندوز، هتشوف. فهيك عم بحكي بهذا المثال بس، مش رح يفوت بكل البرامج اصلا، شو؟ فا ايه من الاخر، اذا يعني ما عادش تدوره بقصص انك تروح تحل مساله الفيروس فدية. وبعدين تنسوش التشفير اللي بيصير في فيروسات الفدية، تشفير عالي جدا، كتير بيشبه طريقه الاتصال مع المواقع اللي مشفر الاتصال فيها. يعني عندك تطلع فوق بالرابط بتشوف اول كلمه مكتوب HTTP وفي اس، خليني افرجيكم بالهذا، لا ما بزبط، شو، عفوا، بتشوف انت بالموقع اول رابط بس تطلع بالمتصفح عندك مكتوب HTTPS، بس تشوف الاس بشكل عام، حتى بالبروتوكولات بشكل عام اسمها اخر كلمه اس، اخر حرف من الكلمه هو اس، معناه سكيور، يعني مشفر. شو بيصير؟ هو بيكون في طريقه انه بيفتح ملف بيعتبر فيه زي شهاده انه هذا نحن، اوكي، وبعدين بتصير عمليه تبادل بطريقه انه في انكربشن ديكربشن، انه التشفير وفك تشفير، اوكي، وبكون كمان طريقه المفتاح اللي بفك التشفير بكون عم تحكي انت بالتاب جدا عالي، يعني ما عم تحكي انت والله 5 و6 و8 بت، عرفت كيف؟ لا، عم تحكي بال1000، وفي منهم بال1000 و24 2024 48. انا هلا على الايميل، اذا حدا بده يراسل بين جهازين ومضطرين او شو اسمه، وانا شو عامل الايميل سيرفر عندي؟ عامل انه جابره بالافتراضي يستخدم التشفير، اذا السيرفر الثاني مش مظبط عمليه تشفير، اوكي، نتراخى على الموضوع، بس بالاول لازم يكون في تشفير بالاتصال، اوكي. فبس هيك شوي الاتصال بيطول شوي عشان يكمل.
هو يبعث الرسالة. اوكي. فالعملية هاي اوكي، في انا عندي بالاعدادات حاطط انه او لما بولد ملف الشهادة هذا اوكي بنحكي بال 2024 بت 48 بت. طب يا اخي اذا انت حابب تفك هيك شيفرة، هذه معالجك العادي اليومي ما حيستعمل، ما حيقدر يفكها. هي على الاقل على الاقل بدك تستعمل كرت الشاشه، وبالاضافه كمان عندك يمكن تستحين بكذا كرت شاشه لتوزع الحمض. اوكي يمكن، ما انا مش ما بعرفش، بس هو كرت الشاشه لانه بيقدر يحل نفس الفانكشن بادخالات مختلفه، بتوصل بتشتغل او التشغيلات هاي لنفس الفانكشن توصل عددها فوق ال1000 تشغيله، فوق ال1000 تشغيله بنفس اللحظه. كرت الشاشه اذا بتقرا عن كودا بروجرامينج زي ما انا شرحتها بدروس عندي عن كودا وخاصه كرت الانفيديا، هلا فيك تشتغل على الاي تي اي، انا ما بدي فوت كثير بتفاصيل، بس هاي طريقه الجي بي يو كومبيوتينج بتساعدك تفك باسوردات بشكل رهيب. اوكي، ف مشان هيك لما تجيب مثلا برنامج مثل كرارك اوكي، يعني اذا شاف هو انه في كرت شاشه ممكن يبعت عليه مثل انفيديا مثل اي تي اي اوكي، بيبعت عليه شو اسمه عمليه البروت فورس. البروت فورس يعني كيف اللي بجيب شنطه سامسونايت اللي هي لها مفاتيح، بتعرف شنطه سامسونايت بتيجي لها زي ارقام، فبدك تفك الغال لتفتح الشنطه، بدك تبلش تجرب الارقام كلها حتى تنفتح. هو بالتجريب يعني البروت فورسنج غصبا عنك بدك تفتحي بالتجريب. اوكي هذه، فا اصلا ما فيش طريقه لفك الباسوردات بالشكل السليم غير هيك. وكمان لنضيف اذا بنقول على الشعر بيت، انه مشان هيك بحطه دائما مثلا لما تفوت على البنك بقول لك بعد 3 مرات خلص، والا بعدين اذا بنسحبك الكرت. اوكي يعني بعد 3 مرات تجريب بنسحبك الكرت، كرمال هيك انت ما بسمحوا لك تجرب، يعني يا دوبك بتجرب 3 مرات وخلاص. طيب اذا هذا هو، الا اذا بدك تجيب الشعب كله هو يجرب كل واحد ورا الثاني على نفس الكرت، عرفت كيف؟ الا اذا في طريقه كمان تمنع انه عدد التجربات اللي بتصير صارت زايده عن حدها. اوكي، فالمهم من الاخر بالنسبه لفيروس الفديه، رجاء شباب خلص ما حدا يفكر في الموضوع كثير، وانا هلا عم بحكي بعد ما حدا حكيني للتو وقال لي انه جربت كل سوفت ويرات مشان نوع معين من فيروس الفديه حتى يفكوها، وعلى اساس بيقولوا انه هذا السوفت ويرات انا عم بقرا انه لا هو دور، بس كلهم ما مشي الحال كلهم جربوا. فمن الاخر اذا صابك هذا الشيء نصيحه، هاي فرصه تكون درس لك انك تبطل ويندوز، واحنا بنعرف ويندوز مش النظام اللي هو يعني الواو. وكمان فوق هذا كله بدي منك تفتح القناه عندي وتشوف في فيديو سكيورينج ويندوز لايك لينكس، كيف تامن ويندوز مثل لينكس. اوكي، وطبعا هاي الطريقه بحبيبي بدك كمان بدك تستعمل ويندوز 10 فيها اكثر عشان تكون على الشيء الحديث. اوكي، هذا الشيء حبيبي بدك تنتبه انك طريقه تعاملك مع الجهاز بدك تبطلها هاي الهيك الشروي غروي على الفاضي، يلا نزل البرنامج اعمل بدك اياه كانه كل شيء متاح، لا مش هيك. اوكي، في حدود للامور، فبدك تبلش تكون تنتبه شو عم تساوي. تمام، فالطريقة هاي اللي أنا عندي إياها بالقناة حتفهمك كيف تأمن الجهاز تبعك على الويندوز، بس أنا أقول لك إياها يعني راح تأمنه على على كيف يعني ممكن يفوت تروجنات بس مش كتير، بس أنا راح يفوت، بس بتخفف من الموضوع، خففه كتير 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 كتير، وفي كتير أشياء كل ما بدك تعملها بدك تسألك باسورد الأدمنستريتور مشان تفوت تغير وتعمل أي إعداد وخالف، بس هاي الطريقة نحن أصلا بلينكس هيك عايشين. اوكي هيك مرتاحين، ويمكن كمان تصير ما عادش بدك انتي فايروس، بس يا دوب حط مالوير بايتس مشان يمسح التروجانات كل فتره وخلاص. تمام، فشكرا جزيلا على المتابعه والله يحميكم. اوكي، وكمان قبل ما اروح تنسوش كل ست بنعمل الساعه 8:30 ببيروت بث حي. اوكي، فرجاء الاشتراك بالقناه عندنا. اوكي، تنساش تفعل زر الجرس عشان تجيك تنبيهات لانه صار في بث حي، واذا حبيت تسال فيك تسال. اوكي، هاي فرصه عشان تسال اذا ما بدك. سلام.